حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مطبخ الشروق، ورمضان كريم عليكم. زي ما عودناكم دائما معانا الشيف آية. اهلا بك شيف آية. اهلا بك. ومعانا احمد. اهلا بك سما. تمام والله يا سما، الحمد لله. كيف شيف آية؟ تمام الحمد لله. اخبار رمضان معك ايه؟ كله تمام، انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. سمر كيف معك الصيام؟ الحمد لله تمام والله. ان شاء الله تكونوا صمتوا وفطرتوا على خير. كمان نبدا بالطبخه، عرفينا على المقادير. النهارده يومنا باميه، هنعمل طاجن باميه وباميه ويكا. عارفين الباميه الويكا؟ اكيد. ايوه. طيب حلو، ومعانا بقى الحاجه الحلوه بتاعتنا طاجن ام علي كده في الخفيف كده. يلا نبدا. اول حاجه احنا معانا اللحمه مسلوقه. دي اللحمه دي اتسلقت ازاي؟ حطينا اللحمه في ميه ساقعه وحطيناها على النار، وحطينا حله تانية فيها ميه وحطيناها برده على النار. الحله اللي فيها الميه حطينا فيها بصله وجزره وطماطمايه وورق لورا وحبهان وقرنفل وسيبناها تغلي. والحله اللي فيها اللحمه بميه ساقعه حطيناها على النار وشغلنا عليها، واول ما بدات لسه هتغلي شلنا اللحمه ونقلناها في الميه الثانيه النظيفه. دي احسن طريقه. اللحمه ما بتتغسلش، اللحمه ما بتتغسلش. عشان الناس اللي بتغسل اللحمه، يا جماعه احنا بندفع فلوس في الارض يا جماعه لما بنغسل اللحمه. اللحمه ما بتتغسلش، اللحمه بتيجي بعملها بطريقتين. لو هسلقها فبعملها بالطريقه دي، لو هشوحها فبديها صدمه بتموت منها كل البكتيريا وبتحافظ على الجوس اللي فيها وبتحافظ على العصاره اللي فيها. فاللحمه دي احنا سلقناها بس كده علشان الوقت، وطبعا بنسيب اللحمه تغلي 10 دقايق وبعد كده بنوطي عليها خالص وبنسيب سن التهويه بس في الغطاء مفتوحه لحد ما اللحمه تستوي. تاخد وقتها، خدت ساعتين، خدت ثلاثة، خدت أربعة، بس هتطلع حته لحمه دايبه تماما. اول حاجه احنا هنحط الزيت، هنحط تقريبا معلقتين زيت. وهنقطع، هنفرم البصل بس من عمر كده. هنقطعه مكعبات صغيرة خالص. طبعا في ناس بتحب البصل يكون جوليان او متقطع كبير، دي حرية يعني. في ناس ما بتحبش البصل فعشان كده بنقول يتفرد. انا قطعت نص كبير وهقطع نص صغير خالص عشان برضو ما يبقاش البصل باين قوي. بس اهم حاجه النكهه. اهم حاجه ايه؟ النكهه حقتك. بالظبط، اهم حاجه ان انا اخد الفليفر بتاع البصل. احطه على الزيت. على نار عالية وهحط حتة زبدة. ناخد معلقة من الزبدة عشان قلنا ايه، زي ما احنا متفقين كده وعارفين ان الزبدة بتديني نكهة والزيت بيحافظ لي على درجة الحرارة. وبعدين هحط البامية، مش هحطها كلها لان انا هعمل ويكا، فهاخد بس نصها للباميه ونصها للويك، اكتر من نصها شويه. هسيبها تتشوح شويه وهحط معاها فص ثوم او فصين ثوم يعني فعليا، لا فص واحد عشان الفص الثاني هقول لكم هنعمل بيه ايه في الاخر خالص. ده بقى ايه اللي هيديني النكهه الخزعبليه يعني. الثوم بيضيف نكهه حلوه شديد. الثوم من الحاجات اللي سحر لما بيتحط في الاكل يعني. وبعد كده هحط دي الشوربه اللي اتسلقت فيها اللحمه.
هحط شوية بس مش هحط كله، لاني انا هضيف دول 6 طماطمات معصورين هضيفهم. وهنسيبها بقى تغلي شوية لحد ما الطماطم تتسبك. و بنغطيها ولا بنخليها؟ لا هنغطيها لان احنا عايزين الطماطم تتسبك والبامية تستوي، فهنغطيها ونطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم من تاني، نواصل مع شيف آية. احنا كده البامية بقى نركنها كده على جنب لوحدها لحد ما يبلها صحاب. بعد كده هنعمل شنو يا شيف؟ نعمل بقى الويكة. البامية للبامية الطبيخ احسن حاجة البامية الصغيرة شديد، البامية الصغيرة اللي هي بيكون مقاسها زيرو. البامية الويكة مش هتفرق لان الويكة كده كده بتتضرب او بالمفراج. زمان ايوه كان عند جدتي المفراج ده. اول حاجه هنحط الباميه وهنحط معاها الشوربه الباميه تقريبا 2 كوباية والشوربه 3 كوبايات سوري. فهنحطهم يغلوا وهنحط شويه ملح، احنا دي ما حطيناش عليها اي توابل لسه بس تغلي شويه. وهنحط شويه فلفل اسود وهنحط حته زبده صغيره قوي عشان احنا برده هنستخدم الزبده كمان شويه. هنقلبهم. الباميه دي معروفه عندنا عند صعيد يعني مش كل المحافظات عندنا تعرف الباميه الويكة، يعني كل الناس تعرف الباميه الطبيخ الحمراء بس مش كل الناس بتعرف الويكة، ناس قليله قوي اللي بتعرفها، بس هي بتبقى طعمها حلو جدا ولذيذه جدا وخفيفه للناس اللي بتحب تاكل الحاجه بعيش فبتبقى سهله كده. نحن عندنا الباميه المفروكه لازم بالكسره السودانيه او الجراسه. ايوه اكتر حاجه بالكسره وعليها الكمون. بالكسره ده عيش؟ يعني الكسره دي زي العيش كده السودانيه بتتعمل بناكل بيها في رمضان فدي ثابته برضه وبعدين حلوه كويس في الفطور يعني. وهحط فص ثوم ني وشويه كزبره يعني ربع معلقه كده لاني الباميه زي الملوخيه الويكا زي الملوخيه بيتعمل لها طشه بس برضه لازم بنحط الثوم الني بيدي طعم والكزبره برضو قبل ما تتحمص يعني الكزبره المطحونه قبل ما تعمل في الطشه بتدي برضو طعم حلو قوي. فدي كده هتغلي وبرضو ممكن ننقلها على عين تانية ونعمل ام علي. الله الليله هتعملينا ام علي؟ ايوه انتوا مستنيين. انا من عشاق ام علي صراحه يعني اكتر اكله انا بحبها اكتر حلا مفضله بالنسبه لي. احنا هنعمل ام علي وهنعملها بطريقه كمان مختلفه النهارده. اوكي حلو طيب متحمسين؟ متحمسه يا سمر؟ جدا متحمسه. هنعمل بقى دلوقتي ام علي. يلا بينا. طبعا انتوا مستنيين ام أيوة. علي شديد بس انتوا عندكم هناك ام علي؟ ايوه عند يعني موجوده لكن يعني ما عندنا كحاله ثابت سوداني بدعمل بس هي في المحلات الموجوده يعني محلات بس مش في البيوت موجوده. لا لا, لا ما يعني ما تحليه سودانيه هي يعني بس بتتعمل مرات لما نكون عايزين نغير شويه يعني. طيب احنا بقى هنعمل ايه في ام علي؟ هنحط السكر
دول كوباية سكر هحطها، والسكر لما بنحطه على النار سواء بنعمله يعني بالطريقه دي او سواء بنعمل كراميل ما بنقلبهوش، بنسيبه لحد ما يدوب خالص وبعد كده بنقلب بحاجه خشب، بس طول ما هو كده لو قلبته يكلكع، فانا هسيبه لحد ما يسيح خالص. ممكن انا اتحكم في النار، اهدي النار، اوطي النار، اعلي النار على حسب السكر كيف بقول شعر والله العظيم. وبعد كده هنحط عليه الزبده، يبدا يسيح بس شويه ونحط عليه الزبده، وهنعملها بطريقه مختلفه شويه عن التقليدي، بس يعني ان شاء الله تطلع حلوه وتعجبكم بما انكم ايه متحمسين قوي للمعادله ان شاء الله. والباميه بتغلي حلو قوي، الباميه المطبوخه بس بنعمل توم، بنعمل في توم في توم وبصل، ما بياخد بهار، لا بتاخد طشه في الاخر زي بتاعه الملوخيه، توم وكزبره وزبده او زيت، وبرده الويكه بتاخد طشه في الاخر، فهنعمل الاثنين الطشه بتاعتهم، بس الباميه تستوي ودي بنضربها في الخلاط عشان اكيد ما عندناش مفرق اكيد يعني. بس انتوا الويكه بتعملوها كده برضو عندكم؟ احنا بنقطعها في البدايه يعني تكون مقطعه، بعدين بعد ما ناخدها في النار ونستقى في النار بعدين بنضربها قبل الفراك او هسيب الطرق الجديدة بالخلاط او بالضبط. بعدين برضو عندنا الواكة ممكن نعملها كتحضير لبعض الملاحات السودانية، بتكون بودرة، فمن البامية نفسها بنشيل الراس، بنشيله حاجات كده بعرفها الحاجات، فبتتجفف كده كم يوم، بعد ذاك بتتسحن او بتتدقى، بعد كده تتحط في علبة برطمان كده بتقعد، عايزة تعملي بيها أي حاجة تانية بتستخدمها يعني، ممكن تعمل ملاحات بتخليها شوية فيها اللزوجة بتاعت ال حلو حلو. أنا أول مرة أعرف بصراحة إنها بتتجفف أيوة، حتى بنقول لها الواكعة دي هي زي البهار كده، بتبقى عاملة زي البهار زي الملوخية الناشفة. أيوة بالظبط نفس الفهم. حلو، هي كده بدأت تسيح، بدأت تسيح اهي من على الجناب، معرفش باينة في الكاميرا ولا لا، بس بدأت تسيح، مش هقلبها، استنى عليها شوية وبعد كده احط عليها الزبدة، بعدين ريحة البامية، البامية مع التوم بدأت تطلع، ريحة البامية بدأت تطلع. والويكة اهي قربت تستوي. احنا قلنا ايه بقى نعمل النهارده؟ يوم باميه كده شامل كل حاجه، انواع الباميه. ايوه بالظبط، باميه كده وكده النوعين. دلوقتي هحط الزبده فيها توم، هحط يعني تقريبا 3 معالق من المعلقه الكبيره دي عليها، وبرده مش هقلبها، انا هسيب الزبده تسيح وهي اللي تتوغل في قلب السكر. ايوه بتسيح اهي، لما الزبده كلها تدوب مع السكر هنزل عليها باللبن، بدات تعمل كراميل، هتبقى كاني عامله ام علي كده بالكراميل، مش محتاجه احط عليها مكسرات، مش محتاجه احط عليها اي حاجه في الدنيا، هي من نفسها طعم. ايوه لاني خاص. ايوه لان السكر بيبقى داب، بيبقى عمل زي الكراميل كده مع الزبده، طبعا بتديني نكهه. هنزل دلوقتي باللبن، ممكن نحط فانيليا، ممكن نحط احنا ممكن نحط قرنفل، وممكن نحط قرفه، اي نكهه بتدي القرفه بتدي في الحلويات طعم حلو قوي. بالظبط، احنا كده دلوقتي ممكن نبدا نقلبها لحد ما يدوب خالص الكراميل اللي فيها، يعني بننتظر لون السكر حتى يجلب. لون هو خلاص قلب قلب. أيوة. اول ما حطينا الزبده حتى لون اللبن بصي بقى. أيوة. كانه حط عليه كراميل كده. أيوة. ريحته كمان ريحته غير شويه. بعد كده هنحط هنا الملفيه، ده ملفيه متكسر، ممكن كمان تتعمل اللي هو الباف باستري، الباف باستري
ممكن تتعمل بالكرواسون. ايوه صح في محلات بتعملها بالكرواسون. دي برضو ممكن عشان الساده المشاهدين يكونوا عارفين ممكن اعمل شنو او لو ما لقوا البديل ده. اه بالظبط بديل الملفيه يا اما الكرواسون يا اما الجلاش. الجلاش نحمصه. الجلاش بس هيبقى محتاج ان هو الورق ده اقطعه اي تقطيعه وبعد كده احمصه ويستخدم عادي بدل الـ بدل الـ وفي ناس بتعملها بالكورن فليكس. والله حلو. في ناس بتبقى حلوه على فكره بتبقى حلوه جدا بالكورن فليكس. لازم نجربها يوم بالكورن فليكس. وفي ناس بتعملها ملفيه على كورن فليكس بتمكس حلو فبرضه بتبقى حلوه تغيير كده من التقليد بتاع. احنا عايزين بس اللبن يغلي علشان نحطه عليها وهي سخنه وهنغطيها شويه ولما نغطيها هي هتشرب اللبن اللي فيها فنزودها لبن وبعد كده في الاخر ندخلها الفرن. تمام ممكن نحط عليها شويه لبن. نسيبها دي نقفل عليها وبعدين هنغطيها شويه ونسيبها هتتشرب وبعد كده نرجع تاني نفتحها ونشوفها محتاجه لبن تاني ولا لا. احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع بقى نشوف الباميه والويكه وصلوا لايه. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. نرجع من تاني نواصل مع الشيف آية كده. ممكن بقى ننقل دي هنا كده شوية ونجيب البامية هنا عشان نشوفها وصلت في ايه. كده البامية الطماطم بدأت تتسبك هحط فيها اللحمة. مش هحط كتير انا هحط لحمة بس ايه على القد كده. هي اللحمة مسلوقة وتمام كل واحد قطعة كل واحد قطعة لحمة. دي كده زي الفل اهي خلاص وقربت. ايوة ودي بقى ناخدها كده. البامية معانا تمام وحطينا فيها اللحمة. الويكة بقى نشوف هنعمل فيها ايه. ايوه هنضربها نص ضربه مش هنضربها قوي يعني. يفضل اني لما نيجي نعمل الباميه الويكه دي ان انا لما اجي احط الشوربه بتاعتها اقلل في الشوربه وبعد ما اضرب اشوفها اذا كانت محتاجه ولا لا علشان ما احطش وتطلع عايمه او تطلع يعني ميتها كتير فارجع بعد كده احتار وابقى مش عارفه هعمل فيها ايه. ممكن نغرف بقى الباميه نشوف الاول ام علي كده وصلت لايه. هيبص شربتها خالص ازاي. ممكن اللبن احط لها شويه كمان. ريحه الزبده مع السكر اصلا انا شميها لحد دلوقتي.
هدخلها بقى الفرن عشان تاخد بس وش من فوق. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، وممكن نشغل عليها من فوق بس، هي احنا مش محتاجين بالظبط لان هي اصلا مستوية، ومحتاجين مش محتاجين قصدي ان هي تستوي خلاص كده. البامية فاضل لها الطشة، بامية ويكا ريحتها اصلا حلوة، الاثنين بنحط عليهم الطشة. بس هنعمل الطشة مرة واحدة، نغرفها ونحط عليها الطشة. ادي الويكا والاثنين الويكا بتتاكل مع العيش. الويكا بتتاكل مع العيش. وادي الباميه برضو خلصت. ريحتها طبعا يعني اظن ايه الشكل والريحه بالظبط. الطماطم اتسبكت خالص، الباميه استوت، اللحمه خدت كده، اللحمه خدت من النكهه ومن الصوص، عشان كده حطيناها فيها تغلي شويه. ممكن نطلع فاصل لحد مغرب. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا جورج عامل ايه؟ الحمد لله تمام. نورتنا المرة التانية في المطبخ. انا اتشرفت ان انا اكون معاكم في مطبخ الشروق على قناة الشروق، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويكون شهر سعيد وكريم على كل الوطن العربي. ان شاء الله كل سنة وانتم طيب، وكل سنة وانتم طيبة يا شيف. طيب شيف جورج، احنا كان معانا النهارده حلقه الباميه، عملنا الباميه ريحه وريحه كانت فظيعه يعني. لسه الطشه بس هعملها وانت شغال بعد اذنك. احنا هنعمل طشه للباميه بتاعتك وللاكله اللي احنا هنعملها النهارده. طب احنا اكلتنا ايه النهارده؟ اكلتنا النهارده اكله مختلفه، اكله مش في كل البيوت او مش كل الناس تعرفها. اكلتنا الفول الحراتي. انت عندكم الفول الحراتي ولا لا؟ طب الفول الحراتي دوت هو موجود في السوق دلوقتي، اسمه فول حلاتي عندنا في مصر، واسمه دمامي في سواء السودان او في دول الخليج او الوطن العربي. الفول الحلاتي ده من الحاجات المفيده جدا، الحاجات اللي بتدي الجسم مناعه قويه قوي بسبب لونه، بسبب البروتين، نسبه البروتين العاليه اللي فيه. تاني حاجه هي اكله مش مكلفه، اكله طعمها حلو جدا، جايه من الارض طازه، فدي هنعملها مع بعض النهارده يا شيف عيسى. ان شاء الله اكلاتك كلها شيف جورج اكلات بسيطه وجايه من الارض وحاجه موجوده. احنا حاجاتنا بامكانيات قليله، اقل امكانيات، ونطلع طعم احسن حاجه. لا والاكله دي كمان احنا ممكن تتعمل من غير ما يكون في اي نوع من انواع البروتين. اكله لو انت بتعمل نظام دايت او حاجه دي تنفع معاك، لو انت نباتي تنفع معاك، الناس الفيجن وفيجيتيريان. الاكله دي مهمه قوي للناس دي، هتديك كل اللي جسمك محتاجه بطعم مختلف، بطعم الشرقي، بطعم اللي انت كانك اكل بتاع تيتا واكل اللي في البيت. تمام خلينا نبتدي. عايز ايه؟ قلنا شفقايه حله على النار. اجيبها انت ولا اجيبها انا؟ ماشي.
ممكن نولع عليها بس. اه ممكن. اول حاجه احنا هننزل بالزبده والزيت. ليه الزبده والزيت؟ الزبده لو حطيناها لوحديها هتتحرق مننا، فاحنا بنحط الزيت عشان نعمل نخلي اللي يكون فيه درجه حراره مناسبه، اللي هي بتقول علينا في المطبخ السموك بوينت، نقطه الاحتراق بتاعه الماده الدهنيه. فاحنا هنحط معلقه زبده لمعلقه ايه زيت. ممكن تستخدم زيت زيتون، انت مثلا اكل صحي مش لازم تحط زبده. ممكن تستخدم اي نوع من انواع الزيوت المتاح عندك. بس لو هنستخدم زيت زيتون ما نوصلش بيه لدرجه التدخين، لان زيت الزيتون من الزيوت اللي ما تستحملش الحراره لدرجه عاليه، فبيأكسد وبيتحول بدل ما هو حاجه مفيده بيبقى حاجه ضاره للجسم. مهمه جدا. خلينا هنقطع، هنبتدي نقطع البصل. شو انت بتقطع البصل بقى؟ انا عامله كده ايه طاجن ام علي يستاهل بقى. طب ما نبص عليه كده اهو. دي بس عشان ما تلسعش. واو. شفايه كده، احنا هنسيب الاكل وناكل ام علي. ايه بص بقى برضه عشان ايه، انت عارف لما بنحب نعمل حاجه تقيله نعملها صح. معلقه قشطه بقى. قشطه بلدي هي سخنه كده او ممكن اي قشطه صح؟ اه طبعا اي قشطه تستخدم عليها، هي حاجه بس تدي تيست كده وتنزل، وهي ام علي سخنه هتتوغل جواها زي ما احنا ما بنتوغل كده دلوقتي. تمام، احنا كده فرمنا البصل بتاعنا، هننزل عليه بالزبدة. مفيش، ممكن معلقة شوية، ممكن معلقة. ممكن تستخدم فيها الطعام طبعا عشان نحتاج بس ايه، نحط مع البصل ثوم. عشان تحب البصل والثوم قوي. اه طبعا انت عارف. ماشي، بعد كده هننزل في الفول الفراتي او الادونامي، هنقلبه. حاضر يا شيف. ماشي يا شيف. احنا بس بنسيبه شويه مع البصل عشان القشره الخارجيه بتاعته تدبل شويه وعشان يكون بيستوي بسرعه. طب قبل ما تدبل اعمل، يلا شيف نعمل الطشه مع بعض. ماشي، هنقله بس هو هنا. احنا كده عايزين طشه للتلاته صح؟ اه. طب ممكن الزيت والزبده؟ خلاص احنا عرفنا بنحط زيت بعد كده الزبده. ايوه شاطر، حفظت انت. توم، شويه توم بقى كده حلوين. ماما بتسلم عليك وبتقول لك توصل كمان شويه. شكرا. بقى معلقه زيت فيها الزبده، بحط طبعا ايه عشان الكزبره ما بتاخدش وقت كتير على النار زي الثوم، فبحط الثوم بس يتشوح شويه وبعد كده احط الكزبره. خلينا برضو نقول ان كل بيت في رمضان بيبقى عاوز يعمل حاجه مختلفه. الحاجه المختلفه دي ممكن تطلع من ابسط حاجه، بس اللي احنا هنحط نعملها بالاساسيات الصح، واللي احنا نديها وقتها ونكون بنعملها بحب، تطلع لنا اكل تيستو حلو. صح. اكل يفرح الناس كلها اللي موجوده في البيت. حاجه جديده، حاجه بسيطه، مش لازم كل حاجه تبقى مكلفه. صح. وده اللي احنا هنحتاجه، يعني نكون بنعرف الكونسيبت ده في الفتره الجايه. يا شوف ايه ريحه الطشه الحلوه دي. كزبره بقى جدحه. احنا عندنا الجدحه. جدحه صح؟ جدحه. ايوه الجدحه. جدحه التوم. انتوا بقى بتاكل الحاجات دي بايه؟ بانواع عيوش ايه عندكم؟ في الباميه، في الكسره، الخبز اللي بتستخدموه مع الحاجات مع المفروكه. مع المفروكه لا، مع المفروكه ما بنستخدمش، ما بنستخدم الخبز، بنستخدم ممكن الكسره بتاعتنا. الكسره ايوه ايوه بتعملها الحاجه في البيت، بتحطها كده وتحطها في نفس الطبق
كسره وكسره طبعا بامي. حلو خلاص، احنا هنقدم الاكله بتاعت كل حلقاتي دي بالطريقه دي. ماشي حلو. دي كده برضه. ايوه دي كده خلاص. هناخد معلقه نحطها على الويكه، وهناخد معلقتين على الباميه كده. سلام على الريحه، يا سلام على الريحه والتيش. يعني اهو سبت لك شويه اهو، ما تخافش. خلاص خلينا نرجع تاني نكمل الاكله بتاعتنا. بعد كده هننزل بال دي لحمه مسلوقه، تمام؟ مسلوقه دي حته قطعه من الفخده مسلوقه لمده حوالي ساعتين ونص. اول حاجه بعد ما نحطها هقول لكم ازاي احنا بنسلق اللحمه. حلو قوي. شوف ممكن بس نحط شويه كمون، هي تحب الكمون. عارف يا شيف جورج، فالكمون عندنا شمال. كوز بقى. ايوه الشمال. ايوه فاحنا شمال الكمون. حلو بقى. في حاجه هنحطها معاها، دي ملوخيه خضراء ناشفه، او لو انت بتستخدمه الباميه البودر المفروكه الويكا. أيوة البودر. لسه كنا قبل الفاصل بيحكي لي ان هم بيعملوا الويكا. أيوة بودر. دي ايه الفايده اللي احنا هناخدها منها؟ اللون، الطعم، واللي هي تخلي تقل القوام بتاعنا، تمام؟ فاحنا هنحط يا شيف شوية ملوخية خضراء. هقلب. يعني ممكن نستبدل بدل دي الباقي السوداني. هنحتاج نحط ملح أو فلفل؟ خلينا الملح في الآخر عشان ماشي. إيه نذوق. تمام. خلينا نتكلم شوية يا شيف إيه عن اللحمة. وبمناسبة رمضان كل بيت بيبقى فيه تسوية اللحمة بطريقة مختلفة. طيب اول حاجه احنا لازم الجوده في اللي احنا نختار المنتج بتاعنا. طيب. جوده اللحمه من نوع ايه هي دي اللي بتخلي او بتسهل اللي احنا نكون بنستمتع بيها. تاني حاجه طريقه التخزين، اللي احنا ما نفكش اللحمه او نجمدها او نرجع نفكها تاني، لان دوت بيخلي الهيموجلوبين اللي في اللحمه ينزل منه، فانت اللحمه بتبقى طف. يعني ساعات كده تاكل لحمه تحسها بتشد معاك. طب ليه؟ ما ممكن يكون طريقه تخزينها غلط، تمام؟ دي اول حاجه. طب تعالى بقى لطريقه العمل بتاعه الايه بتاعه اللحمه. اول حاجه احنا بنشمع اللحمه. يعني ايه بنشمع اللحمه؟ بنديها صدمه. ليه بندي اللحمه صدمه؟ اول حاجه عشان نقفل المسام بتاعتها ونحتفظ باكبر قدر من العصاره اللي جوه اللحم، تمام؟ بعد ما احنا بنشمعها زي ما بنقول احنا في المطاعم بنديها الصدمه بتاعتها شفقايه، بنرجع نحط عليها الميه السخنه مش الميه البارده. ليه؟ لان الميه البارده هتخليه عقبال ما توصل لدرجه حراره السخونيه فاللحمه طلعت الريم. ساعات بنلاقي على حوالين اللحمه كده ريم، احنا مش عاوزين ده. يبقى احنا كده اول حاجه بنشمع الايه اللحمه، تاني حاجه بنحط ميه سخنه، بنغلي، بنفضل نقليها لمده قد ايه يا شيف؟ ممكن نقلي اللحمه لمده ربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه. بعد كده نوطي عليه. الناس دايما في البيوت عندنا متعودين ان احنا بنعلي على اللحمه على اخر حاجه وتغلي، وتيجي نقول اللحمه دي طعمها وحش. ده سبب اللي بيخلي اللحمه تشد. فاحنا اللحمه بنغليها لمده 15 دقيقه، بعد كده لو في اي ريم بنشيله، بعد كده بنوطيها اللي هي اسمها السيمرنج، تمام؟ بنوطي على اللحمه ونسيبها بقى براحتها ساعتين ساعتين ونص ونشيك عليها. اللي يعني نرخي النار. ايوه كده. شوف كده الفول كده احنا هنسيبها ايه هتغليها، بتاخد حوالي مثلا من ربع ساعة ل 20 دقيقة، تمام؟ خلينا نحط دي كزبرة خضراء. كزبرة خضراء دي بتدي طعم حلو وبتدي لون. خلي شوية شوف كده ايه على الوش عشان نحطهم على الوش. نحط الملح بتاعنا، تمام؟ ممكن نغطي عليها بس عشان الفلفل الاسود. مش هنغطي عليها قد ايه؟ نغطي عليها بس 10 دقايق، تمام؟ لحد ما نحس ان الفول ابتدى يكون مستوي. خلي احنا معانا اللحمه مسلوقه، فاحنا مش محتاجه اللي تاخد مننا وقت طويل. فلو احنا اتزنقنا في الفطار وعاوزين نعمل حاجه بسرعه، دي من الاكلات المفضله والاكلات اللي بتخلص بسرعه يعني. فخلينا دلوقتي نجهز الطبق بتاع التقديم. تمام؟ انا وعدتك اللي احنا هنعمل حاجه قريبه للايه للكشف. شيف جورج، شيف آية، اعزائي المشاهدين، زي ما بنقول بالسوداني الاكل ينجز ونرجع لكم. خليكم قاعدين.
نشوف الحظ الشكل. انا زي ما انا قلت لك قبل الفاصل هنعمل هنقدمها بطريقه مختلفه قريبه للكسر. ده عندنا رقاق، ده بيتعمل بميه ودقيق بس، حاجه خفيفه قوي. خلينا نفتح الرقاق كده تحت. ريحتها طلعت قطع حلوه قوي. أول مرة أشوف الطبخة دي، الطبخة الجديدة على المشاهدين. أهم حاجة تكون المشاهدين يعملوها ويقولوا لنا رأيها فيهم إيه، ولو عاوزين من النوع ده الطبخات اللي هي بسيطة وقديمة نعملها تاني. أقفل؟ أه ممكن أقفل عليها؟ ممكن. تمام؟ بس هناخد الايه قطع اللحمه في الاول. انت عايز اخلك الطشه؟ اه هنحسب السخنه كده بس. احنا كده دلوقتي هنرقبها، هننزل بقى العصاره بتاعتها كده، وريحتها استوى معانا حلوه قوي. ريحتها بجد 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 خطيره خطيره. كمان دي اه هيبقى حلو. كمان الكسره من تحت او الحاجه الناشفه دي الـ 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 السائل او الستوك دوت هي ايه هيطريها، فانت بتاخد احسن تيست موجود في الاكل عامه او في المطابخ، وبالذات يعني اتعلمناها من المطبخ الفرنسي، هو اللي انت بتاكل حاجه كروست مع حاجه كريمي، وده اللي احنا بنعمله في الاكل بتاعنا. هننزل بقى عليها دلوقتي بالطشه. حاضر. اشهق ولا من غير شهقه؟ يعني كفايه علينا ملوخيه عشان يعني. لا احنا الملوخيه المشاهدين اليوم عندي شهقه، الملوخيه ما شهقناش. خلاص ماشي، خلاص اشفقي و كده يعني دي حاجه تاني؟ ماشي. بتحب الزبده وال ممكن نبقى اخر حاجه نعمل ناخد جارنش كده، نحط شويه من الكزبره اللي احنا استخدمناها على الطبق، وبالهنا والشفا للمتابعين. و هنا وتكون حلقه خفيفه وطبق يعني اكله سهله تكون بتتعمل بسرعه وتكون مفيده لينا كلنا يعني. ان شاء الله بتمنى للمتابعين يكون استفادوا من الاكل الجميل دي. تسلم ايدك يا شيف جورج ونورتنا، وبجد ريحتها خطيره خطيره، وهنجربها ان شاء الله. احنا كده طبختنا النهارده خلصت، دي طبخه احنا سريعه تتعمل بسرعه في وقت لما نكون مزنوقين في البيت سالقين اللحمه، والحاجه بتستوي الفول الحراتي ده بيستوي بالظبط في 20 دقيقه، وتبقى اكله سريعه وبالهنا والشفاء على كل المشاهدين بتوعنا. الله يهنيك وتسلم يا شيف جورج ونورتنا النهارده. شكرا ليك. شكرا. ورجعنا لكم تاني ومعانا تاني سمر. اهلا بكم مره تانية، والله يعني فاتتني اكلات خطيره شديد يعني. لا انا موجوده دويتي. ممكن بس تورينا تاني يعني عملنا شنو؟ النهارده احنا عملنا ويكا، باميه ويكا، وعملنا باميه باللحمه، وعملنا طاجن ام علي بالطريقه الخطيره بتاعتنا، وكان معانا شيف جورج عملنا الفول الحراتي باللحمه، وحطينا تحتيه الكسره الرجاج بدل ايوه الرجاج بدل الكسره. وكده خلصت حلقتنا النهارده، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نشوفكم مع جديد ان شاء الله. مع السلامه.